حميد العجلو اللهيبي هو عامل بأجر يومي يعمل في إحدى المزارع بتركيا، وهو من أهالي دير زور السورية. لديه حساب على تيك توك، هذا هو حسابه، ينشر فيها مقاطع فيديو له أثناء عمله في المزرعة وهو يؤدي المواويل الحزينة وينوح ويبكي على حاله وما فعلت به السنين بقساوتها وبمرارتها وغربتها. حميد يمتلك صوتا شجيا استغل صوته للتعبير عن حاله واشتياقه لأهله ومحبيه، إذ ظهر في مقطع فيديو وهو يكلم خالته باكيا قائلا لها إنه تذكر أمه واشتاق لها، فلم يجد أحدا غير خالته لتواسيه وتصبره. طبعا مقطع الفيديو هذا حاز على مشاهدات كثيرة على حسابه الشخصي، حاز على أكثر من 8 ملايين مشاهدة، ومنها تمت المشاركة على صفحات أخرى ومنصات أخرى. لنتابع كيف تحدث هذا الشاب إلى خالته وهو يتذكر والدته المتوفية رحمها الله. ألو. ألو. مرحبا خالة. هلا عيني، هلا خالة. شلونك، أخبارك؟ الحمد لله، مشتاقة لك. أنت شلونك؟ طمني عنك. والله الحمد لله، قاعد لحالي وتذكرت أمي. يا يما، إيش بيك يا عيني؟ ثلوج الروح يا يما وراكم وعجاج الغربة سد عيني. وراكم وراكم يا ماما، وراكم يا ماما، وراكم يراودنا الحليم الحليم بكم، وراكم وراكم يا ريت الحلم واليغضب سوي يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما على الياهويل شي صبري هيجي يا روحي. يبدو أن حميد العجلو نجح في إثارة عواطف المتابعين بصوته الشجي ونال اهتمامهم بشكل ذكي، إذ ظهر في مقطع فيديو آخر وهو يكلم والده بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب المعتاد، وأيضا انتشر مقطع الفيديو بشكل كبير. مرحبا يابا. هلا يابا، شلونك اخبارك؟ الحمد لله. ما انت شلونك ابوي؟ والله مضايق، تعبان، ماني زين. عسى ما يلقبك شر ابوي. حرام ان كان هنا الزاد ويطيب وبعدكم يا ابوي المجرح يلتم. ويطيب ويطيب يا يمايب اللي بركه يا مايا. يا ابوي اللي بركان حدر الظل يا مياح، ويطيب ويطيب يطق من تمور ذكراكم علي يا ابوي. يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا ابوي احيا يا على فراقكم يا ابوي. وبما أن الصوت الشجي اجتمع بالتفاعل الكبير والتعاطف، بالتأكيد كانت هناك الكثير من ردود الأفعال والتعليقات التي اتهمته بالتصنع والكذب والافتعال من أجل إثارة العواطف وكسب المشاهدات والشهرة لا غير. اخترنا لكم بعضا من ردود الأفعال والتعليقات، نبدأها مع تعليق لسعد. يقول سعد في تعليقه: الله يرحم والدتك، بس التصوير على موت شنو؟ وين تريد توصل بهذا المقطع وشحذ العواطف من أجل اللايكات والمتابعات وزيادة صفحتك؟ المشاعر لازم تكون مو للتجارة وتكون رخيصة لأن عيب. تعليق آخر من لانا، تقول لانا في تعليقها: الله يرحمها واحمد ربك، رجال شبير وفاقد أمك، الله يساعد الأطفال اللي صاروا أيتام وهم ما يعرفون شنو السبب وليش ماتوا أهلهم، أما بقصف أو قتل أو من الجوع أو حتى ما يعرفون مصيرهم شنو، مفقودين بمقبرة مجهولة. هناك أيضا تعليق آخر، هذا التعليق من صوفيا: هذا كل يوم اتذكر واحد من أهله وقالبها مناحة،
ترى أكثر من 3 مليون سوري متغربين صار لهم أكثر من 10 سنوات، أشو ما سووا مثلك؟ فضحتنا بين العربان، وانت رجال كبير كافي تضحك على مشاعر أهلك والناس اللي تتابعك. تعليق آخر من هاني لميس تقول: هاني هذا قبل كم يوم مخابر أبوه ويبكي، وهسه مخابر خالته ويبكي، فهمونا شنو القصة؟ راح يستلم أهله واحد واحد يشلع قلبهم؟ خويا الرجال يتحمل، وانت إذا مو قد الغربة ارجع، ترى هياتها سوريا قريبة على تركيا، ما حد لازمك. تعليق آخر من عبير الراضي تقول: عبير عفي الناس شقد يحبون المناحة والبكي واللطم والدموع، إيش بيكم؟ أنا هيك فيديو إذا يطلع لي قبل أتجاوزه، لأن ما بي حيل والله ينشلع قلبي من ورا الأخ اللي متذكر أمه ومرة متذكر أبوه ومرة متذكر صاحبه.